شو أهم توقعات الفلك لمواليد الحمل بسنة 2022؟ يا أعزائي، هاي سنة حاسمة وواعدة. أنتم مواليد الحمل عندكم شيء خاص فيكم، دايما عندكم عنفوان عالي، بتطلعوا بالأشياء بطريقة كتير خاصة. على كل حال، بالكتاب الجديد في الطباع كل شخص كيف نعرفكم، كيف دغري بحذر مين حمل مين جوزاء مين ثور، إذا قريتوا بتصيروا كمان أنتم تعرفوا. هالسنة أنت عزيز الحمل لحتوق لتحقيق بعض الطموحات وإجراء تحديات بحياتك وتصحيحات بشي مرق معك في حياتك المهنية كما الشخصية. بتحلم بتغيير بيحصل وبينقلك إلى معبر آخر، بتلبي الأفلاك رغباتك بهالسنة سنة 22، خاصة بين 11 أيار وأواخر شهر تشرين الأول أكتوبر، يعني بين ماي وأكتوبر، لأنه كوكب الحظ جوبيتر بينتقل بصورة استثنائية من بعد ما يكون عم بيمشي بخطى أسرع من العادي من الحوت لبرجك، وبيزيدك ثقة بالنفس وبوجهك وبيعطيك أفاق جديدة وبيوعدك بفرص مهمة بتمرق بحياتك بكل المجالات بتستفيد لتحقيق أحلامك. بيدعمك كمان كوكب مارس مش هين من بفترات كتيرة بهالسنة لما يمر بأبراج صديقة لإلك، خاصة رح أذكر لك شهر كانون الثاني جانوري يناير وشهر آذار مارتش وشهر حزيران يونيو جون وأيلول سبتمبر وكانون الأول ديسمبر. ما تستهوين كوكب مارس، كوكب مارس بيراوح مكانه بين 21 آب أوغست وآخر السنة ببرج مناسب لإلك هو الجوزاء. إذن الكواكب السنة كتير عم بتراعيك عزيزي الحمل، وهالأشهر بتحمل لك جديد وبتدفعك لأن تعطي أفضل ما عندك بهالوقت وبتوسع لك الأفاق. بشكل شهر ماي أيار مفترق طريق بحياتك، منعطف مهم إيجابي جدا. قبل هالشي بتتعامل مع المستجدات بهدوء، مش عاطل بس بهدوء. بتضطر للصبر شوي من وقت لآخر، للصمت أو لتقبل ما يحصل حتى ما ينشأ نزاع بمجال عملك وبحياتك الشخصية. بتتنفس الصعداء بشهر آذار مارس، وبتضطر إلى معالجة بعض المشاكل الطارئة بين شهر نيسان أبريل و بها الشهر بالتحديد وشهر اللي بعده، بس أنت بتتوصل إلى أهدافك بالنهاية وبتبذل جهود ضخمة وبتخوض بعض الميادين يلي بتسعدك وبتطربك وبترضيك بوقت واحد. بتحدث تغييرات مهمة جدا بحياتك وأسلوبك وحتى بطموحاتك، وبتقدم عمل إبداعي عزيز الحمل. بتكون سعيد بتأثيرك على الآخرين، بتستفيد من فرص مالية كتيرة ويمكن تجي عن طرق ما توقعتها. أورانيوس بمنزل المال يعني بالثور بيحمل لك مفاجآت على الصعيد المادي، بتفرح بأوقات سعيدة وبتكون متفائل جدا وأكثر من السنة الماضية، بتطرح تحديات وبتقطف ثمار جهود سابقة. لا شك أنك بديت جهود سابقة وكانت كتير ضاغطة وثقيلة. بتتعامل مع أصدقاء جداد بهالسنة ومع أفرقاء بشاطروك الأحلام والأهواء. يمكن عشت بعض التجارب السيئة والدقيقة وتخطيت بعض الأزمات، هالشي بيجعلك بهالسنة تبتعد عن أجواء ألمتك ونسيان شو تعرضت له. نعم، لح يصير شي خليك تنسى يلي صار معك، وبتصير ذاكرتك مثل عم تفرم هالأمور وهالأحداث وتكبهم بعيدا عنك، لا بل بتخرج بدروس كتير مهمة من أحداث يمكن طبعت بصماتها عليك. يلي حصل بعده مهم، يلي حصل
بيوصلك هلأ لموقع أفضل وبيجعلك تغير اتجاهك كلياً وتسعى لكي تنتصر على كل شيء كان. الأفلاك عزيزي الحمل بتدعيك لسرعة العمل بهالسنة، بدك تسرع خطاك شوي وتستفيد من بعض الفرص المالية اللي بتبرز فجأة، لازم تلتقطها بسرعة، خاصة بشهر أذار مارتش لما يدخل كوكب مارس على برجك، وبالأشهر يلي بيكون فيها مارس مناسب معك وذكرني لك إياها طبعا رح تقراها وتسمعها بالتوجهات الشهرية والتوقعات. إذا شعرت بإحباط بأول السنة لح تستعيد سيطرتك على الأمور ابتداء من أواخر شهر شباط فبراير، بتاخد قرار جريء بتتوصل لغاية مهمة جدا خاصة بمنتصف السنة، لأنه لح تحمل لك هالفترة أرباح غير منتظرة. هالعام بيحمل لك حلول جذرية وجديرة جدا بالاهتمام وأفكار مهمة بتوظفها بالمكان المناسب، بتستعيد الأمل بسنة بتجعلك أكثر ثقة بالنفس وبحظك كمان، بتتعامل مع أشخاص بيشاطروك ذات الآراء وذات التوجهات وهيدا شيء منيح وبيريح. عاطفيا بيكون شهر آذار مارتش أيار ماي تموز يوليو آب أغسطس وأيلول سبتمبر أشهر كتير حاسمة بحياتك العاطفية وبيجلبوا لك الفرج أحياناً، بتلفت الأنظار وبتشع بكاريزما كبيرة جداً بتشد الأنظار لإلك والاهتمام، بس ببعض الأحيان الأخرى يمكن تمرق ببعض الخيبات. بيجذبوك الناس الغريبين وغير التقليديين يلي بحيروك شوي، يلي يمكن لما تشوفهم تضحك تسخر منهم، بعدين بتحس انك مشدود لألهم بطريقة او باخرى. بتعيش مغامرات ويمكن توقع بالحب بهالسنة ويكون لك تجربة استثنائية ما بتنساها كل حياتك، هالسنة بتطبعك عاطفيا. اذا شعرت ببعض الخيبات مثل ما قلنا ببداية السنة تستعيد رونقك العاطفي بسبعة آذار مارتش، بتكون لك قصة حب وعشق بشهر أيار ماي، فينوس بيدخل برجك بالإضافة لجوبيتر ومارس بيكون عم بيراوح مكانه ابتداء من شهر آب أوغست بالجوزاء، يعني هاي فترة بتوحي بأفكار حلوة بعواطف مميزة وبتخليك تعيش مغامرات استثنائية. طبعا هالمعلومات منا كافية، بعد في معلومات أخرى لحنزودك فيها قريباً.